طيب يا اخوانا، عندنا مدني ده اول عنوان كويس، وعندنا تحت لا طوال، عندنا السكر، وعندنا سنجة. سنجة خلت الجنجة يهضربوا في كل الجروبات كل الجروبات اللي الجنجة قاعدين يهضروا، عرفتها. كمان سبحان الله، يعني بقى بقال ابراهيم بقال هو بوجههم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الراقي الشرطي محمد مصطفى جاب اخبار جديده وبشريات جديده عن جميع محاور. اتكلم عن محور السكر السنار، فيها خلافات طبعا في داخل الجنجبيل طبعا في محور السكر السنار، وايضا اتكلم عن محور جزيره برضو فيها جقمه كبيره جدا من ارتكازات، وايضا اتكلم عن محور السنجة استلام كميه كبيره جدا من متعاونين في محور السنجة، وايضا تقدم قوات المسلحة في محور مدني، وايضا وسط الخرطوم وجنوب الخرطوم، وايضا في مصفاة الجيلي والفاشر برضو اتكلم عنه كثير. اذا تعال نستمع بعد المحل الموضوع. طيب يا اخواننا، عندنا مدني ده اول عنوان كويس، وعندنا تحت لا طوال، عندنا السكر، وعندنا سنجة. سنجة خلت الجنجة يهضربوا في كل الجروبات كل الجروبات اللي الجنجة قاعدين يهضروا، عرفتها. كمان سبحان الله، يعني بقى بقال ابراهيم بقال هو بوجههم، عشان تعرفوا لازال انتهوا. بقال بوجههم، وكمان بيقول لهم يا اخي ما تعلقوا تعليقات سلبيه، نحن عندنا القياده وانا عندي اتمنى. بقال اتمنوا كده سؤال، نحن لو سالناك انت كابراهيم بقال اتمنوا بقال، يعني شوف سبحان الله نازل وصلوا لا مرحله من المراحل، عشان تعرف انه نازل انتهوا. قال بقال يوجه رساله، وكمان بتنرفز في الناس وبسهج فيهم. انا عندي استخبارات، وانا 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 والقياده رغض، انا ننسحب، ولو قالوا ننسحب من الخرطوم بننسحب. لا بتمرق من الخرطوم، والله بقال بتمرق من الخرطوم، والله بتمرق من الخرطوم. واليوم عندي في لقاء بقيتوا شغالين باه، حتى ذاك المشاط ربيعة بيقول لك قال لو قرروا الانسحاب. لا هو تحت مدنكم توجيهات. ما انا قلت لكم انه الشغل ده حتبقى طرفية، انا قلت لك انه الشغل ده حتبقى طرفية، عرفت. انا نازل حيمشوا تاني بعد كده يشتغلوا في الاطراف، يا هو الشغل بتاع الجري والبيت في الاطراف. اما معركة المدن قلبتهم عديل، من سيطرنا لانسحبنا انسحبنا، ولسه انتوا ما شفتوا حاجة. وهو من بداية الأحداث اللي احنا كلمناكم وقلنا لكم يا اخواننا انتوا ما بتقدروا، قلتوا لا احنا بنقدر، قررتكم الثنائيات وقررتكم الأسلحة الثقيلة اللي كانت معاكم دي، وقررتكم الكثرة بتاعتكم دي، وفاكرين انه الشغلة دي بالكثرة لا الشغلة دي بالقلوب، يا الشغلة بالقلب. انت ما عندكم قلب، انتوا جيش السودان ما بتقدروا ليه؟ الكلام ده قلنا مرارا وتكرارا، ونحن مجربين واشتغلنا، والجيش ده خبرة وجيش متمرس وقاتل سنين عديدة. اما انتوا ما قاتلتوا في اي حتة، كنتوا بتقاتلوا تحت مظلته، يعني كان حاميكم ذات الجيش اللي لسه بتتطاولوا عليه ده وشابكين الناس. والله ما في جيش، والله بقول لك كان حاميكم، والله كان حاميكم، كان بحميكم بالطيران، كان بحميكم. هسه وين؟ هسه بقيتوا في سلمنا عليك هسه بقيتوا في العراء، بقيتوا تتبلوا منه هو ذاته الجيش ده، وبقيتوا تتبلوا من منه؟ من المشتركة، وده أكثر ناس مغمونين منكم، وأكثر ناس الآن بلوكم وبلهم ظهر فيكم في الفاشر، معركة الفاشر خلاص في النهايات، شارفت على النهايات. كل ما يشاع عن تقدم الجنجة في الفاشر خلاص طلع سواقة بالخلاء، لا متقدمين لا حاجة، بل إنهم متراجعين وراجعين قفا قفا، ما عندهم أي حاجة. فكل المحاور في جميع او في عموم البلاد الجنجة مهزومين فيها، دي الحقيقة، يعني الحقيقة تقال. التكسير الان بقى في حتات معينة في النيل الابيض فقط، وكله بوكادة من القيادات الموجودين هناك، كان صاب الطيب، كان قائد عمليات، وكان اللواء الثاني المعامل منسحب من جبل
اولياء ديل مثلا انا اللي بقوا مقصرين وما شادين حيلهم وما شقالين، لكن كل المحاور شقاله و ما ظبط الجنجة ديل كويس يعني. طيب نيجي نمسكها من السكر، امس في مجموعه اللي هي مجموعة علي فتح العليم دي أمس اختلفت مع الجنجة بتاع السكر، وعندهم 16 عربية مرقوبة جنبها والليلة صيّجوا. دي البداية، وده طبعا كلها جقلبة يعني، دي البدايات، دي ناس السكر. أمس المجموعة دي بقائدة بعدتهم جروا واطي اتخارجوا. والله وانا بالنسبه لي شايفهم دي الناس عاقلين والله العظيم، هو الجاي ما سهل، الجاي ما سهل، الجاي ما بتقدر على جنجة. فهذول حسبوها دي المفتحين صيجوا بقوا مارقين، يعني نقصت منهم كم؟ نقصت منهم مجموعه بقياده علي فتح العليم، وده طبعا يعتبر قائد ثاني هناك في المنطقة دي. طيب الطيران الليلة ده بلم، وده مسح الشغل، ده تمهيد للشغل، من الوجهة بقت السكر، السكر ده لابد من نظافته، وتاني بعد كده ما ودقش الشغل أرضي عديل كده، وبتصيجي منه بتصيجي منه، وده المصطفى ده تلح أي منطقة بتتسال هسه أنا خلاص هتلح السكر، الطريقة للسكر. اي زول موجود في البلد بس اكتب الطريق للسكر، الطريق للسكر، ينضف السكر عشان نأمن بعض القرى، وبعد ذاك تعالى بعد ذاك تشوفوا البل. ما هو احنا لو جينا للواقع او جينا للشغل العسكري اخواننا، الجيش كان ما بيقدر يتقدم في الجزيره ما لم يحرر سنجا، ده ما بيقدر يتقدم، ما بيقدر يتقدم ما لم يحيد الفزع، ما بيقدر يتقدم ما لم يقطع الامداد. والاثنين ديل بقوا تحييد الفزع، الان ما في فزع بيصل للجنجه من منطقه لمنطقه، الان ما في فزع بيصل للجنجه من منطقه لمنطقه، دي واحده. الان ما في امداد ذخاير بصل للجنجه، يعني ذخيرتهم اللي عندهم دي اذا كملت الهواء ضربهم والله، والا المقيمين منهم العاملين فيها راكبين راس، وفي النهايه حيقرروا الانسحاب، حيقرروا السيجه. هم بقولوا انسحاب، لكن انا بالنسبه لي سيجا، ما هو المنسحب ده منسحب دون اشتباك، لكن زول بينسحب بيشتبك نص ساعه وبيصيد، يجي يقول لك قال والله احنا ما عارف انسحبنا، انسحبت كيف؟ فسند في سنجا ما انسحبتها، في سنجا هسه عندك كم عربيه قاعده دكي مدمره، عندك كم فرد سترولك، كيف تكون انسحبتها؟ عندك صناديق بتاع الذخاير، انت اي منطقه جاري منها بتمرك تجي تخلي ذخايرك؟ حتقاتل وين؟ تاني اللي بيجيب لك منه؟ إذا سؤال تاني اللي بيجيب لك منه اللي حيديك ذخيرته منه؟ اللي حيديك ذخيرته منه؟ يعني عندك ناس الدين ديل جاروا خلوا ذخيرتهم وخلوا حلالهم في النار، ناس السوكي جاروا خلوا صناديق ذخيرتهم وخلوا حلالهم في النار، عندك ناس جبل مويه ديل كمان خلوا صناديق، الجيش ده بنقول فيها كم يوم بنقول فيها، عندك السنجا كمان جاروا برضه خلوا ذخايرهم وخلوا تفاصيلهم، وحتى عندهم كاكي ذاته خلوا، اها برضه عندك السكر حتمرق منها، لأنه هسه الموضوع ده تاني خلاص ما بياخد مهله، دي توجيهات البرهان، قال الشغل ده على السريع على السريع، قال النازل انا هعدمهم، قال نفاخ النار والله، قال هعدمهم نفاخ النار. فالطريق الى السكر اخواننا خلاص موضوعه فينش وقرب، وقد تسمع اخبار ساره في اليومين دي، بعدها تاني بعد كده اخواننا الانفتاح والطريق الى مدني، يعني مدني الان عمليات، انا بالنسبه لي معركه مدن الان بدت يعني، وفي قرى الجيش تقدم تجاهها ونظف بعض القرى، لكن الوجهه مدني، الوجهه مدني، نحن عندنا كلام قلناه بخصوص مدني، وقلنا يا اخواننا الموانع اللي بتخلي الجيش مثلا ما يخش من منطقه لمنطقه، الكلام ده انا ذكرته سابقا يعني، والان الشغله دي خلاص بقى الجيش ما عنده اي عذر غير انه يتقدم تجاه مدني ويحرر مدني. دي الخطة. يعني الجنجة الآن في الإقليم في المحور الوسط ده أمورهم جاتت كلها، لا عندهم قيادات هناك بيرجعوا لهم، ولا عندهم دعم، ولا عندهم أي فزع بيصلهم، الآن كل تفكيرهم إنهم
يتخارجوا كيف، ولا عندهم قوة بتاعت مواجهة ولا بواجه ولا حيصمدوا. ولسه عندنا بعض الجيوب اللي قاعدين فيها بغادي هناك وحتم نظافتها، لأنه أعدادهم أعداد بسيطة جدا جدا، حتى نوع تسليحهم ذاته تسليح وهمي، ما عندهم حاجة. ملاحظ انه حتى المنظومات اللي كان بيدونوا بها الان قلت وبقت ما في، يعني القوة اللي دخلت سنجة دي يعني ما لاقت المقاومة اللي كان لاقوها. وين لاقوها؟ في منطقة جبل مويه. فالموضوع اختلف اختلاف توتالي، وده اكبر مؤشر او اكبر دليل على انه نازل ما عندهم ذخائر وما عندهم مدفعية ثقيلة وما عندهم، يعني الموضوع سالك او الطريق سالك. يبقى فضل السكر، السكر تتشال بعدها ثاني فيها اوكار معينة الجيش حيمشي على، والوجهة مدني ومش مدني وبس، كل الجزيرة دي ان شاء الله. شفت تنبول عندكم القرى كل المناطق دي ان شاء الله حيترفع تماما، ان شاء الله حيترفع تماما باذن الله تعالى، وترجع زي ما كانت اول وترجع لحضن الوطن. يعني تعالى بعد كده يا اخوانا الناس تطمن خالص، ما في اي حاجه غير انه الناس تركز وتساند بالدعاء، فقط الدعاء. حصيله العربات اليوم تم تحييدها، هدف اول جبال نزلنا لك هنا 5 عربات و3 موتر، وتاني برضو كذلك في عربتان و2 موتر، ده هدف تاني، وكذلك في 4 عربات عصرا. ده الشغل يا اخوانا بتاع العمل الخاص، الشعب المتحرك القربي برضه ما مقصر، شغال وشاقين كويس وعنده موجه يا اخوانا. ونحن ضد كشف تحركات الجيش او الافصاح عن مكان تواجده، وهذا ما نريده. ولك القوة دي ما تابع لنا، هسه في تنبول اشتبكوا وركبوا راس، قالوا في قوة ما تابع لهم. جات من القوة دي؟ القوة دي جات من الناس بنفسه تسليحهم هنا، قالوا لا الناس اللي ما تابع لنا داقين بين اللي بيناتهم ميتين في امتزعة ومدمرين في عربيتين، قالوا دي ما تابع لهم. يعني شوف الخلافات، حتى الخلافات بيناتهم ذاتها برضو تصب في مصلحتنا. فالناس اطمن يا اخواننا، والموضوع ده ان شاء الله قريب وحيترفع تمام. وتحية والله كبيرة جدا جدا لسعادة اللواء عبد المنعم، أصلح ما أفسده الربيع وأثبت تماما أن الزون ده قادر على نظافة كل الإقليم أو كل المحور أو محور الوسط ده عموما. بالإضافة برضو نشهد أنه الأيام دي الطيران برضو إخواننا مقصر، قايم بعمليات والله قوية جدا جدا وما شاء الله تبارك الله. حتى الليله في السكر، يعني الليله في السكر محيط كميه من العربات، عربات السكر دي ما عندها علاقه بشغل الجزيره يا اخواننا، محور السكر ده براوي، محور السكر ده براوي. يعني الليله 8 عربات الحياه الطيران في السكر ده موضوع براه، 8 عربه تم تحييدها، بالاضافه لعربه كبيره فارقه ما فيها لا سلاح لا ذخيره ولا اي حاجه، جاعوا خلاص ما عندهم حاجه، حتى الامداد بتاعهم ذاته ما في. بالاضافه للحاجات المشفشفينها برضه نازل بيجوا يشفشفوا، يعني نازل الله السلام اي قريه يدخلوها بيجوا اهم حاجه بيجروا على شنو؟ قبل الذهب ذاته بيجوا يجروا على الاكل وعلى الشراب، لو لقوا اي حاجه زورها لقوا اي حاجه بيرفعوها بيحطوها في عرباتهم، يعني نازل بقى تموينهم وتشوينهم منه من المواطنين. ده اكبر دليل على انه نازل الجيش حيد امدادهم تماما، حيد امدادهم تماما. طيب نجي لبحري، عندك المصفى، المصفى الان ما في اي عمليات ارضيه صراحه، عشان نكون واضحين وصريحين. المصفى الان في شغل بتاع مسيرات من فتره لاخرى، العمليات المدونه عمليات نوعيه في بحري عموما، عمليات نوعيه بالاضافه للشغل بتاع مسيرات، بالاضافه للقصف المدفعي، في تحضيرات وفي تجهيزات لمعارك فاصلة إن شاء الله، ومعركة فاصلة ومداهمة ما تبقى من أوكار الجنجة في مقبل الأيام بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. وحتشوف براك التغيرات اللي حتبقى أو التغيير اللي حيحصل في المحور بتاع بحري ده، كل التفاصيل وكل المعلومات بتفيد بأن النازل إخواننا خلاص موضوعهم في بحري ده حسم. أول حاجة تحييد الفزع، الفزع اللي كان بيجي باستمرار، والنجدة اللي كان كل ما يطلبوها بيلقوها، الآن الشيء ده بات أو شبه مستحيل.
ما عندهم اي حاجة، حتى الصمود بتاع الجيش هناك يعني استنزف كل الفزع بتاعهم، سواء كان الخشيشنجية، ضعاف النفوس او المتعاونين. ونازل كقوة اساسية كده، انت عارف انهم جغنوا كقوة اساسية، جغنوا، تم جغنوا. فبرضه في بحر فضل التشاطيب، فقط فضل التشاطيب بس. الشغل اللي حاصل في بحر ده قزقزة في شنبات اليوم 2 هدف، في كوبر برضه فيه هدف، عندك بيغادي هناك في السوق، والسوق ده شايف الايام دي عليه تدوين تقيل جدا جدا. وعندك برضه المزاد بيغادي هناك، وعندك كافوري برضه، ما تنسى الايام دي برضه المسيرات هناك عامله زحمه للنازل، حتى بيقيروا في بعض مواقعهم، لكن هو ما بحل لك بالمناسبه، لا بحل لك والله العظيم ما بحل لك. يعني انت مفتكر انك انت قاعد في اي منطقه او في اي حي من الاحياء دي، ما عندنا ناس قاعدين جوا يعني عادي، تفاصيلك ترحل من بيت لبيت، تفاصيلك تكون وكم كبير كده، تكونوا قاعدين فوق النظام دارين هنا برضو تفاصيلك بتجي. يعني الشغل بتاع المسيرات ده مثمر جدا جدا ومفيد ومريح، وغير كده بوفر ذاته يا اخي. نحن لا ذاته ندقشك بمشه، ما يستنزفوك بالحاجات دي يعني، بالمسيرات دي جايبينها لشنو؟ مهمتها شنو يعني؟ مهمتها شنو؟ طيب عندك المقرن او وسط الخرطوم برضو يا اخواننا، في تغيير حاصل هناك، وفي دفع بقوات جديدة. كما تعلمون انه يا اخواننا المقرنجية بيجوا شغلهم ليل نهار مساء اي زمن نازل، بيجوا شغالين ومدورين. ده غير انه يعني في ندرة في الجنجة، ما في، لا يوجد جنجة يعني، جنجة فتشهم تفتيش، والله العظيم والله جنجة فتشهم تفتيش في المقرن، سبحان الله. ها دينا الناس اللي كان شابكيننا لك نحن وحنجي وما عارف شنو، والله الفلول ما يقدر يجي هنا، هسه مالكم بقيتوا متلبدين، سؤال مالكم بقيتوا متلبدين، كان معتمدين على قناصينكم، قناصينكم لازم دنيا زايله الا القليل، الا القليل. الموضوع بتاع القناصات ده خلاص تمت معالجته مع المصفحات، الدخل الدماغ في حاجه اسمها قناص، قناص ذاته بيتحيد بكثافه النيران، او تحيد الموقع اللي هو قاعد فوقه، او تحيد الموقع اللي هو قاعد فوقه بيتم تحييده. فالموضوع ده يا اخواننا قرب، والمعركه دي شارفت على نهاياتها. الناس تصبر في المقرن عموما، ثلاثة عربة تم تحييدهم، وانك بغادي هناك برضو شارع القابة في هدف هناك تم التعامل معاه، والليل العربي برضو دخل في الخدمة برضو في هدفين هناك تم التعامل معاهم، ودي اهداف متحركة. ونرجع طوالي بغادي هناك، نمشي جنوب الخرطوم، نمشي جبل اولياء، جبل اولياء طبعا جنجة كل مرة يقول لك يا اخي والله العظيم احنا ما عارف مررنا، او يجيب لك صورة قديمة كده جماعة بيعبر بالموتر، قال لك يا اخي والله صرنا هناك الضاب ما صنت ولا اي حاجة، انا الجبل اللي عندي فوق اكتر من 9 مصدر داخلكم ذاته، طلع ساكت، ما في اي صيانة، خارج عن الخدمة نهائي، ما في اي صيانة، ما تسمع الدعاية بتاعتهم والسواقة بتاعتهم. الايام دي هامين لانه يطلعوا الحاجات المشفشفة الشفشفوها دي، لكن وين؟ وين؟ طلعها كيف؟ كده سؤال. ولا لك ان تبيعها محلي، وقريبا ان شاء الله برضو الشغلة دي حتبقى لك هناك يعني، او ما تبقى من الجنجة. لو جينا حسبنا ذات يا اخواننا، الجنجة دي حتى في جنوب الخرطوم في اختفاء تام، والله العظيم نلاحظ نرصد انه نازل اختفوا اختفاء تام، ما الجنجة بتاع الزمان دينك بالمناسبة، ما الجنجة بتاع الزمان دينك، ما في ناس، الواحد لما نجي مارك او لما نجي مارك كان بيشوف إلى النازل قاعدين في كل شارع، ونازل قاعدين بثنائياتهم بسلاحهم ده، قاعدين 50 60 عربية في كل شارع، وين يعني الكلام ده كله؟ خلاص الشغلة دي استنزفتهم قوتهم الصلبة، خلاص راحت في خبر كان. فالموضوع فضل تشاطيب فقط، وده أكبر محور أنا بالنسبة لي الأيام ده نشط، اللي هو محور جنوب الخرطوم. بالنسبة للتحركات بتاعت الجنجة باتت محدودة، وهمهم كله بيجي يفكر في شنو؟ في الدفاع، أو كيف يدافعوا، أو كيف يحافظوا على ما تبقى من ارتكازاتهم. وأنت لو جيت قلت لي ارتكازاتهم المقدمة أول كان وين وهسه نازل وين؟ كده سؤال، النازل أول كان وين وهسه وين؟
شوف وصلوا لأي مرحلة من المراحل. طيب يا إخوان المحور ده خلاص الناس تطمن إنه المحور ده تشطيب أو بات في النهايات، فالناس أنا بعد كده تدعو بس ما فضل حاجة. الجبال برضو في عملية كده خفيفة نشيطة قاموا بها ناس العمل الخاص بغادي هناك، استلموا عدد من الجنجة في عربة بلاكي عاملين فيها مفتحين نظام إن هم مواطنين، وهنا يفتشوا العربية لقوا الكلاشات بتاعتهم ولقوا التفاصيل بتاعتهم ولقوا معاهم عدد من العملة، والعملة دي تعالى بالله تشربوا مويتها والآن يسألوا يعني. طيب عندنا أم درمان، وما أدراك ما أم درمان، في طلس أنا والله متوقع خلال اليوم ده إنه الجنجة لازم يعني يخففوا على ناسهم. الجروبات بتاعت الجنجة، الجروبات بتاعت الجنجة كلها إساءات وكل يأس وإحباط، بالذات بالموضوع بتاع شنو بتاع سنجة، فالهزائم المتوالية أو المتتالية عليهم خلت الناس زل يدقوا جرس وجايتين جوطة شديدة. أنا متوقع الليلة ده يطلص وطلص، لكن جابوها كبيرة يعني الليلة نازل. لو كان طلص في حتى لو قال يا أخي نحن والله تقدمنا في جنوب الخرطوم كان ممكن نقول، لو قالوا يا اخي والله العظيم الليله نحن نازل عملنا حاجه في بحر حركه في بحر، لكن ده جابوها كبيره. قالوا شنو؟ قالوا جنوب، قالوا وادي سيدنا، قال لك وادي سيدنا، وقال نفذنا عمليه نوعيه. وطبعا الكلام ده قايمين بيه والابواق بتاعينهم في الميديا كلهم ناشرين الخبر بنفس الصيغه بنفس الصيغه كويس؟ زعلان. طيب عندنا جنوب او عندنا النيل الابيض عموما، سعادته ده اسمه سام الطيب، والله زول ده اسمه ذاته، ها اسمه ذاته، اسمه ذاته الزول ده، انا بقيت ما قاعد احب اذكره سام الطيب يا اخي، ده افشل غايه مره على تاريخ القوات المسلحه والله، خرب الشغل اللي هو سام الطيب بتاع 18 ده وعاو الطريفي حيدر علي الطريفي ومعاه عمك بخيت داك، نازل قاعدين ساكت. في ناس بيقول لك الشعلة ما منهم فوق، كيف فوق؟ انت زول ماشي ماشي بتكتيك معين اللي هو قلت خلاص ده تخندق قعدت في دفاعاتك، ما هو انت لو بتشتغل شغل نوعي ساكت وبتحتفظ بدفاعاتك، احنا بنقول معلش يا اخواننا دي معركه بتاعت استنزاف، وزول ده قرض اول غرض انه يستنزف ما تبقى من الجنجة، لكن انت قاعد حاضر لنا الدفاعات بتاعتك دي قاعد فيها، مركت مرقة واحدة وده كان اختبار حقيقي لناسك، مشطوا الجماعة دي مشوا بيغادم هناك لوين؟ جنجة دي الصيج وين؟ جيروا كده بعدين مرقوها في الجبل، والله دي المرقة ديك بس، جيت بعد كده انسحبتها ورجعت تكسف الأعوج، الليلة عندك السيال، عندك السيال، ها السيال دي الليلة الجنجة يرتكبوا فيها سبب وجيه كده بخليك ما تتحرك شنو؟ كان المفروض تتحرك، المفروض تطارد. دي نازل وجو قاعدين دي من الحجاره ذاتها، ما تيجي تقول لي يا اخي والله العظيم يا اخي والله سامي ده الشغله دي ما مني من فوق، ما خلاص يا ملص الكان كده يشوف له شغله كده. طيب عندك الفاشر امن مطمئنه وعصيه على الجنجه، ويا اخواننا والله انا محتار في كذب الجنجه، وجبال اللي هو قال لك يعني قال لك يا اخي انه احنا الجاي ان شاء الله حيكون اصعب باذن الله تعالى، وزي ما قلنا لكم يعني ان النازل بيمشوا بتسللوا بيجازفوا بيصوروا وبرجعوا، الجيش او المشترك لما يصلوا المنطقه دي او يتحركوا منها ما في الشغله دي، بقت استدراج ذاتهم الايام دي، قلت التسللات اللي قلت التسللات لانهم فهموا قال بيمشي تاني ما بيجي، قال بيمشي ما بيجي، وكان الجماعه ملقطين فيهم كويس، المشترك ملقط والجيش ملقط والمستنفرين ملقطين منهم كويس. علوية قالت عندي اخوي هنا اسمه منها علوية عشان ننزله عديل كده، ناس بعدين تطرحها معنا اكتب اسمه في التعليقات خلينا نحفظه عشان ننزله لك عديل كده ببوست الناس تترحم عليه وربنا يتقبل ان شاء الله اخوه كده. فالفاشل امنه مطمئنه وعصيه على الجنجة والله العظيم، والمشترك الايام دي قام بشغل كبير جدا جدا، شغل قال لك بربع القوه لسه نازل ما داسه، نازل لو داسه اكتر من كده الجنجي ديل بيقولوا واي غلبتهم عديم غلبتهم. الكلام اللي قلت لك مرارا وتكرارا ان نازل ما عندهم ثبات ونازل ما عندهم قوه تحمل وخبره ما في،
خبرة ما في، ما بتقارنه مع المشتركة. حتى في المعارك اللي دارت بينه وبين المشتركة ما في ثبات نهائي، ما في ثبات. جيب لي معركة كده جنيه ثبتوا فيها وقاتلوا فيها لحد ما نيران مولعة كده جو قاعد. لا لا والله اقسم بالله كله معدين لنا جري، كله بس جري، اكثر من 183 او 84 تسلل، وفي جزء منهم معارك برا، والله كلها جنيه مهزومين فيها، ما عندهم اي حاجة، متظاهرتهم فقط على ابواق او على افواه الابواق زي الجنجة الجنجاوي الربيع، وزي ذاك اسمه المشاطة جعفر وبقية المهلوسين ديل، دي مشكلتهم كلها كانت دي اتصالاتهم هنا. لكن الان الفاشل وضعه افضل واموره تمام، الطيران الايام دي حضور، وبرضه حتى في بعض المناطق عندك زي كبكابية وعندك زي الكومة وعندك زي مليط وعندك زي المناطق دي المخازن دي، نحن بنقول على المخازن، هذول المخازن اللي بخزنوا فيها برضه الطيران قاعد يسجل لها زيارة وحيسجل لها زيارة باستمرار، يعني طالما انه الهدف امداد يبقى ما في سبب بوقف هناك الطيران، وده حق مشروع وحق مكفول، ما في طيران بيضرب مواطن، كله طلب السواقة بالخلا ساكت يا جنجة، فما تحاولوا تسوقونا بالخلا. طيب يا اخواننا لحد هنا اخواننا ونقيف، والان نلتقي غدا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بشريات من القوات المسلحه في محور بحري امس كانت فيها تقدمات كبيره جدا من القوات المسلحه في جميع محاور البحري، وايضا في المدفع الجيلي برضه فيها تقدمات كبيره جدا من قوات المسلحه في جميع محاور الجيلي. امس كان نسور الجو ما شاء الله تبارك الله كانت جقمه كبيره جدا في جميع محاور البحري، وايضا في السكر السنار طبعا فيها خلافات في داخل جنجويد، طبعا مجموعه علي فطي كانت فيها خلافات في داخل جنجويد وانجقمت كميه كبيره جدا في مجمع السكر السنار، وانسال قريب ان شاء الله. قوات المسلحة تحرك نحوي مدني واستلام قريبا ان شاء الله يتم او يتم حصر او يتم استلام مجمع سكر السنار، وتقدم كبير قوات المسلحة في جميع محاور مدني. حصيلة الاربات امس كانت انجقمت طبعا في محور الجزيرة، امس كانت 5-4 وبعد المواتر، وايضا استلام 4-4 في جميع محاور الجزيرة وسنجا. ابطال عمل خاص انتشر او انتشار كبير جدا في جميع محاور السنجا، وايضا سمينا انه فيها خلافات في داخل الجنجويد طبعا في محور تنبول، وانجقمت عشرات طبعا من الجنجويد طبعا في محور تنبول. نسور جو امس كانت مكثفه في محور السكر السنار، امس كانت جقمه كبيره جدا من اربات في محور السكر السنار. مصفاء الجيلي صحيح فيها تحرك كبير جدا من قوات المسلحه على نحو مصفاء الجيلي، وايضا امس كانت فيها بشريات في احياء الشنبات وسط الخرطوم، فيها تقدمات كبيره جدا من قوات الامن الخاص في جميع محاور مقرن، وانسار قريب ان شاء الله. ايضا في شارع الغابه وسوق العربي كانت جقمه كبيره جدا من متحركات الجنجويد طبعا في جميع محاور السوق العربي وشارع الغابه، ونصر لله القوات المسلحه في كل مكان. جبل اوليا خارج الخدمه، قريبا ان شاء الله يتم مسح كل الكوبري جبل أولى إن شاء الله، ونصر لها القوات المسلحة في كل مكان. فاشر آمن ما في أي كلام، لكن الحاجة اللي فيها كلها تسللات طبعا في محور الفاشر، وإنسان قريب إن شاء الله. تحياتنا شباب، شكرا لكم اللي قدام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.